كيفكم؟ اليوم الفيديو راح يكون عن حفلة تخرج لنا. زقفوا 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 كلاب كلاب. جايز كتير متحمسة. الحفلة على الساعة 7. أول شي بدي راح أسوي ميك اب، بعدين رايحة أسوي شعري، بعدين راح ألبس الفستان. كتير متحمسة لحتى أورجيكم الفستان لأنه كتير حلو. راح يكونوا هناك أصدقائي اليوتيوبرز. قولوا هاي. هاي. هون هون هاي هون. قول هاي هون. هاي. أيوة. قبل ما نكمل الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك. لايك. لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هن انستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك. الروابط كلها تحت في صندوق الوصف. وبس باي. كلوز كلوز هون. جود جوب جايز. وصلت عند الميك اب ارتست. لا تطلعوا على شكلي لانه عن جد انا كثير صايره مش تمام. انا اليوم كثير تعبانه يعني بطني كثير موجعاني. فيس يلا ننزل على السريع ونشوف شو بدها تعمل لي ميك اب. اوكي جايز. وهلا طالعه صفيت السيارة آخر الدنيا. يعني أنا لما أحط ميك اب راح أنزل راح يدوب. فأهم شيء إنه جاي أعمله فايس. طالعين لعند هلا راسي راح ينجر. بس إني يلا اوكي جايز. وهلا وصلت. ومين راح يعمل لي ميك اب مره ثانيه؟ انا. 5 minutes later. اوكي جايز انا وصلت على المكان. ما صورت لكم شكلي بس هلا بدي اصور لكم اول شيء المكان. عندنا هون الزينه 2023 بما انه انا تخرجت 2023. عندنا هون هاي البالونات الحمراء. هون كونجراتوليشن طائفه التخرج. انا صورت كمان بوست على الانستغرام راح احط لكم حسابي هون او هون وحساب لي. فيكم روحوا شوفوا البوست وشوفوا اللوك يعني اذا ما شفتوه. كبرت على راسي. زي كمان داون. ايوه هيك جود. اعطيهم بوسه اشوف. ايوه هاي جايز كيفكم؟ مثل ما شايفين نحن باليوم بعد الثاني. يعني نحن باليوم الثالث هلا. ما صورت الهدايا لانه ما كنت عم بفضى بس هلا فضيت فاينلي وبدي اصور لكم الهدايا اللي وصلتني على السريع. اول شيء في عندنا هاي الهديه من غيث وساره. كثير حلوه. انا فتحت نص الهدايا صراحه. فايس بيجي هيك جزدان صغير وهون مشان احط فيه البطاقات. كثير حلو جايز. شكرا كثير. هاي من انا بتذكر هاي من ساره. ساره وزياد صح؟ يس ساره وزياد. لسه ما فتحت. تصدقوا والله. شوفوا هاي الربطه نفتحها مع بعض. اي فتحتها. شنطة؟ أتوقع شنطة؟ جزدة؟ أوه شو هذا؟ واو شو أحلى كثير حلو.
كثير زياد وسارة بجنن. رسالة. شو أحلاها؟ هبة، هبة وعمور وزينة. ترى مياد وميلا عنا. بحب أفتح هدايا. أوكي شوف شو عنا هون. بلسان شوفوا ما أحلاه. جايز عم بفكر أنا آخر فترة أصير ألبس سيلفر. أنا كل لبس كل بلبسه الذهبي، بس شوفوا ما أحلاه. بجنن. شكراً كتير ما أحلاه. أوكي هاي ما بتذكر من مين؟ ثواني أفكر. والله ما بتذكر من مين، سوري كتير والله. هاي جايز ما بتذكر هاي من مين، بس شكراً كتير يعني قبل ما أشوفه، لأنه أنا بكره إنه أنسى. يعني حاولت قدر الإمكان إنه يعني أتذكر. واو جايز بتجنن. واو كملت الكولكشن. شكرا كثير للي جاب الهديه، واذا تذكرت بقلكم. اوكي هون عندنا سوارفسكي، هاي من جلال. يس فانا بحب كثير البينك من عند سوارفسكي. اوكي جايز شوفوا ما احلاها. ما راح اقدر اسويها من اظافري، بس كثير كثير حلوه. راح تسويها. اوكي جايز شوفوا حطيتها فوق لانه ما في مكان، بس انه يعني فيني انزلها. كثير حلوه. ثانك يو سو ماتش جلال. اللي بعده الثلاث الباقيين انا حبيت افتح هدول اول لانه مغلفين وهيك، اما هدول الباقيين مكشوفين فانا بعرف. اوكي هاي اتوقع بتذكر انه من ساره ميلاد صح؟ هاي من سارة ميلاد باتن بادي. لازم شم من ريحة. واو واو كتير حلوة جنن جايز. شكرا كتير. بعده هاي الهدية من عمار وغالية. جنن شفتها انا شفتها جايز. شوفوا احلاها الوانها بتجنن. يعني اذا كنت لابسه بينك بقدر احملها، اذا كنت لابسه اخضر، اذا كنت لابسه بنفسجي. واو ها بس بدي اتعلم كيف تنفتح وتتسكر. اوكي بتنفتح طبيعي وتتسكر طبيعي. ثانك يو سو ماتش غاليه وعمار شكرا كثير. هاي الهديه انا ليش كثير عجبتني؟ لانه متذكريني وبيعرفوا انه انا ولين يعني نلبس نفس الشيء ونحمل نفس الاغراض. فهاي من شهد وفؤاد. شوف الكياتة جايبين تنتين، بس لا حبيت اللون بجنن. انا كتير بحب الالوان الغريبة جايز. الحفلة كانت كتير حلوة، انبسطت كتير عن جد والله. يعني حتى اذا انتبهتوا ما صورت كتير وقت الحفلة لانه كنت حابة انبسط اكتر. فبس هيك بكون خلص يومنا وخلص يوم الهدايا. شكرا كثير لكل حدا اجى على الحفله، شكرا كثير لكل حدا جاب لي هديه. بحبكم كثير وان شاء الله هيك بنشارككم انتم لكم بنشارككم كل فرحاتنا. وبس قبل ما ينتهي الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هن انستغرام وتيك توك وسناب شات. وبس باي.